حذر رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف من إمكانية النظر إلى العقوبات الأمريكية على بلاده على أنها إعلان حرب اقتصادية. وتعهد ميدفيديف بالرد على العقوبات الأمريكية بالطرق الاقتصادية والسياسية ووسائل أخرى على حد قوله. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت اعتزامها فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية واقعة تسميم العميل الروسي سيرغي سكريبال. أسباب العقوبات الأمريكية على روسيا هذه المرة في قضية لا تتعلق بتدخل الأخيرة المحتمل بانتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة. حزمة العقوبات الجديدة تتعلق في دور موسكو بما أطلق عليه قضية سكريبال. والعقوبات سجال بين الدولتين يفرضها طرف ويرد الآخر بالمثل. إن أقدمت أي دولة على حظر المصارف الروسية أو على إخبارنا باستخدام هذه العملة أو تلك، فيمكننا تسمية ذلك بوضوح إنه إعلان للحرب الاقتصادية، وسيكون علينا الرد اقتصاديا أو سياسيا وإن اقتضى الأمر بطرق أخرى. لا تترك الأسواق المالية المجال للشك في أن الحزمة الثانية من العقوبات إن فرضت ستوجع روسيا وقد تعطل حل بعض المسائل الاقتصادية والاجتماعية. وفي غياب إمكانية الرد بالمثل حسب بعض المراقبين، يرى بعضهم الآخر أن الرد الروسي سيكون عبر السياسة الخارجية. تتعاون روسيا مع شركائها بشكل جيد عبر منظمات مختلفة بما فيها مجموعة بريكس، والسياسة التي تتجهها الولايات المتحدة ستقرب روسيا أكثر من الصين والهند لمواجهة أمريكا. أصبحت ورقة تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية واستخدام موسكو للسلاح الكيميائي محورية في الانتخابات الأمريكية. يراقب بوتين المشهد من بعد ولا يتسرع باتخاذ إجراء مماثل بعد، فالقرار بهذا الخصوص بيده، يصدره في الوقت الذي يشاء. مع اقتراب موعد الاستحقاقات الأساسية في الولايات المتحدة، يزداد ضجيج التصريحات الأمريكية التي تباعد المسافة بين موسكو وواشنطن، والعكس صحيح أيضا. ثمة من لا تتوافق مصالحه مع انسجام الدولتين، ثمة من يسعى إلى إعادة أجواء الحرب الباردة. محمد حسن، تلفزيون العربي، موسكو. ومعنا من واشنطن ويليام لورنس، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن. سيد لورنس، يعني يقول ميدفيديف أو تقول الحكومة الروسية بأنه سيكون رد ليس فقط بالطرق المماثلة أي بالطرق الدبلوماسية والاقتصادية، إنما بطرق أخرى. عن أي طرق أخرى تتحدث موسكو؟ ما يمكن للروس فعله هو محدود. العلاقات الروسية الأمريكية محدودة أصلا، وهناك العديد من العقوبات الأمريكية التي فرضت في أعوام سالفة على الروس. معظم الشركات الأمريكية لا تتعامل مع روسيا، وبالتالي فالرد الروسي على الأغلب لن يكون له أي تأثير، وأنا لا أستطيع تفكير في أي شخص يشعر بالقلق من التهديد الروسي في واشنطن. بالمعنى الاقتصادي فعلا لا يوجد أي تأثير؟ يعني تقول موسكو بأن فرق الخسارة 3 مليارات دولار إذا ما حسبنا الفرق بين التبادل التجاري بين البلدين، يعني الخسارة الأكبر تقول موسكو على أمريكا. كلا، لم أجري تحليلا شاملا حول الوضع الاقتصادي في روسيا، لكن انهيار العملة الروسية وانهيار أسهم ومؤشرات سيادية في روسيا يدلل أن المستثمرين قلقون بشأن الوضع في روسيا. والآن الروس والأمريكيون بالطبع يحتاجون إلى التعاون في عدة ملفات مثل سوريا وملفات أخرى، وبالتالي القيمة السياسية أكبر من القيمة الاقتصادية. طب بما أننا نتحدث عن يعني الملفات المرتبطة بهذه العلاقة غير المستقرة بين موسكو وواشنطن، هل فقط يضبطها يعني طوي صفحة تنازع النفوذ في سوريا، أم أيضا ملف إيران، ملف كوريا الشمالية يعني لهما دور في هذا؟
هناك قائمة طويلة من الملفات التي يتعاون فيها الروس مع الأمريكيين أو يحتاجون أن يتعاونوا في واقع الحال. أوكرانيا طبعا وسوريا، وهناك أيضا ملفات أخرى مثل كوريا الشمالية، وهناك العقدة هي التزام الشركات الروسية بالعقوبات، ولكن الأولوية بالطبع تتعلق بالعقوبات على أوكرانيا وأيضا الوضع في سوريا. ونتذكر في شهر أبريل الفائت عندما كنا قاب قوسين أودنا من واجهة عسكرية شاملة بين الروس والأمريكيين في سوريا. طب فعليا من يقود العلاقة مع موسكو الآن؟ هل هو ترامب أم يعني الإدارة الأمريكية إذا صح التعبير؟ هذا هو السؤال الأهم. بالطبع هناك مساران للتعامل الأمريكي مع موسكو، هناك مسار الرئيس ترامب وهناك مسار البقية. المستشارون المقربون من ترامب لديهم موقف عدائي تجاه موسكو، وأيضا وزارة الدفاع والمخابرات، وزير خارجية بومبيو قال مؤخرا أن الولايات المتحدة لن تعترف أبدا بالادعاءات الروسية حول شبه جزيرة القرم. ربما هناك إجماع في الكونغرس حول ضرورة التشدد مع روسيا تحديدا بعد فضيحة التدخل في الانتخابات. ترامب يغرد وحيدا في هذا الملف ويدعو لإعادة روسيا إلى مجموعة السبع الكبار. وشاهدنا أيضا ما جرى في قمة هلسنكي حيث بدأ الأمر وكان الولايات المتحدة تتنازل للروس، وبالتالي فإن التعامل الأمريكي مع الروس له مسارين مختلفين، مسار ترامب ومسار المؤسسات. شكرا لك من واشنطن ويليام لورنس، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن.